هنا الأمان كله، مفيش تهديد ولا قلق ولا في حد يعرف يوصل. ازيك يا مجاهد؟ الحمد لله على السلامة يا باشا. غدا ما جاتش ولا اتكلمت؟ ما جاتش يا باشا. طيب روح افتح. حاضر من عيني. اتفضلي. انت هنا بقى هترتاحي خالص. هترجعي تاني منار بتاعت زمان. يا اخي ام منار على اللي خلفه منار، هو انا مش هنخلصه من الموال ده؟ ما بقول لك انا مش هي. معلش ممكن توطي صوتك، ما ينفعش تتكلمي كده قدام الناس. قدامهم ولا من وراهم؟ هو انا بقول كلام عيب ولا حرام لا مؤاخذة؟ طيب ممكن نهدى ونتكلم جوه؟ استنى قول لي قبله هي الدقي بعيد عن هنا؟ اشمعنى يا عم؟ انا سالتك سؤال ترد عليا وتريحني، مش لازم ان ترد لي سؤال بسؤال. ايوه بعيد عن هنا وبكتير. طب ما تعمل فيا معروف وتوصلني لحد هناك. اصلي سايبه شنطه هدومي وغياراتي عند واحده معرفه جنب لوكاندا في الدقي. انت هنا ولا هتحتاجي شنطه هدومك ولا هتحتاجي اي حاجه خالص. مش هحتاجها ازاي؟ ده انا هحتاجها ونص وتلات ارباع، يا عم بقول لك غياراتي. طيب طيب نخش ونتكلم جوه، نتكلم جوه بهدوء. يلا. الله لا يسيبك، سيبني اروح لحالي. انا مش اللي في بالك، انا مش هي. مفهوم مفهوم، بس مش هينفع نقف نتكلم كده طول اليوم، مش كده ولا ايه؟ يلا اتفضلي. اللهم طولك يا روح. ده ايه المطرح الواسع ده؟ يجي له كام فدايه؟ اختي كانت عايمه على وش الفته وراحت حضنت القطر. متشكر يا مجاه. تحت امرك يا حسام بيه. استنى انت بقى. استنى. اتفضلي. فاكرة أول مرة جيتي فيها هنا؟ وهي كانت بتيجي معاك كده لوحدها؟ دي باينها كانت مدوراها. لا لازم تعرف أني غير، أني ما بنقعدوش مع حد غريب من غير محرم، لا مؤاخذة الشيطان شاطر. وخصوصا يعني لما يبقى حد عسلية زيك كده. أنت بتضحك على إيه؟ هو أني قلت نكتة؟ بس انت اللي بنيتي البيت ده والمزرعه دي طوبه طوبه، انت كنت مخططه تعيشي هنا. وايه بقى؟ ايه بقى؟ فقدت الذاكره؟ يا عم ماني بقول لك اني مش هي، مش عارفه انت ليه متربس دماغك ومش عايز تسلم بكلامي.